وصلت المنافسة في دوري روشن للمحترفين على مقاعد البقاء والهرب من شبح الهبوط إلى أنفاسها الأخيرة، حيث أصبح التنافس بين 6 فرق بعد ختام الجولة 32 من منافسات الدوري. الأخدود وأبها بالمركز 16 و17 مهمتهما هي الأصعب بين الفرق، حيث يملكان 29 نقطة، ويتفوق الأخدود على أبها بالمواجهات المباشرة، ويحتاج الفريقان للفوز في الجولتين المقبلة مع تعثر الرياض والطائي، فيما يحتاج الرياض والطائي 5 نقاط فقط من المواجهتين المقبلة لضمان البقاء بغض النظر عن النتائج الأخرى، وأيضا يضمنان البقاء في حال تعثر الأخدود وأبها في المواجهتين المقبلة. وأخيرا يحتاج الرائد والوحدة المتساويين في النقاط برصيد 35 نقطة إلى نقطة واحدة فقط لضمان البقاء، ويكفيهما التعادل في أي من المواجهات المقبلة.